بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح. مع بداية الأسبوع إن شاء الله تكون إشراقة طيبة على كل مشاهدين إن كان من داخل أو خارج السلطنة، وإن شاء الله يا رب يسعد قلوبكم بكل الخير والفرح والسعادة، وإن شاء الله يا رب نكون فال خير على كل من قاعد يتابعنا في هذه اللحظة. اللي مرتجي نقدر نقول خبر حلو، بشارة طيبة، يا رب إن شاء الله يكون وجهنا خير عليكم. أتمنى لكم دائما متابعة شيقة من خلال برنامج قهوة الصباح. في حلقة اليوم بتكون عندنا مجموعة من الفقرات، في الفقرات الرئيسية اللي هي كل يوم سب، وأيضا مجموعة من التقارير الصباحية وسالفة اليوم. خلونا نستعرض حلقة اليوم ومن بعدها إن شاء الله بناخذ بعض التفاصيل. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. زي ما لاحظتوا عندنا اليوم همسات سكون، هذه الفقرة الأسبوعية في برنامجنا قهوة الصباح مع جناب السيدة بسماء السعيد. واليوم بيكون عندنا موضوع حول الرهاب الاجتماعي، بنتعرف على تفاصيل هذا المفهوم وكيفية معالجته، وأيضا طرق نقدر نقول زرع الثقة في أبنائنا والابتعاد عن هذا المفهوم هو الرهاب الاجتماعي. أيضا عندنا بيكون زي ما لاحظتم شرح المبسط من خلال برنامجنا، بيكون عندنا فقرة الأزياء. اليوم بنركز على العبايات عشان المناسبات، يبونا موضة العبايات ما شاء الله، اللي عارفة الفساتين تاخذ مثلا شهور يعني على ما ينزل تصميم جديد. العبايات أتوقع يمكن كل أسبوع يمكن كل يوم في تصميم جديد وفي حركة جديدة تضاف إلى العباية، والله يعين اللي قاعد يدفع. بالنسبة لسالفة اليوم اخترنا لكم مع بداية الأسبوع سالفة إن شاء الله تكون طيبة. الأب والأم كلهم يستحقون كل الخير والعافية، ولكن اليوم احنا خصينا هذه الكلمة كلمة لأمي. إيش تحب تقول للوالدة الكريمة الله يعطيها الصحة والعافية واللي توفاها الله؟ كلمة يعني ممكن تكون أيضا رسالة لكل من قاعد يتابعنا في هذه اللحظة، والله يرحم اللي توفى إن كان من الأمة العربية وكذلك الإسلامية، وأيضا أمهات العالم كلهم، لأنهم في النهاية هي الأم. الأم هي مدرسة، هي الحنان، هي القلب، هي السكون، هي السكينة، هي مصدر السعادة بالنسبة لأبنائها، هي الشمس اللي تضيء ومن خلالها إحنا نعكس هذا النور. أتمنى أسمع رسائلكم وأقرأ رسائلكم وأسمع اتصالاتكم. اللي يحب يتواصل معنا عندنا قنوات التواصل الاجتماعي، عندنا على صفحتنا في الفيسبوك تحت مسمى أومان تي في جنرال، وأيضا عندنا على التويتر بنفس المسمى أومان تي في جنرال. إذا كانت ممكن الشريحة جاهزة يا شباب استعرضوا لنا إياها، عشان اللي ما حفظ الاسم ممكن ينقله من خلال شاشتنا في برنامج قهوة الصباح. أيضا بالنسبة للتواصل عن طريق الهاتف، عندنا اللي من خارج السلطنة ومن داخل السلطنة على نفس الرقم، مجرد اللي بيتصل فينا من خارج السلطنة ما عليه اللي يحط فتح الخط اللي هو 00968، بعدين يضرب رقم 24943701، هذا رقم هاتفنا المباشر اللي نسعد باستقبال اتصالاتكم. وأتمنى مرة ثانية أن يكون التواصل في صلب الموضوع اللي احنا بنطرحه. أيضا بالنسبة اللي يحب يشاركنا في فقرتنا همسات سكون، انه يحدد سؤاله بما يخص الرهاب الاجتماعي. هذا محتوى الحلقه، وفي نفس الوقت ابغى اشكر دائما الورود اللي جينا على مع بدايه الاسبوع، يعني احمد المعولي يعطيه العافيه على الزهور الطيبه هذه اللي تنورنا في برنامجنا قهوه الصباح.
كل أسبوع كذا قاعد نستمتع بألوان وأشكال وحركات مدينة الحدائق. هي يعني نقدر نقول اللي قاعد تنورنا بأشكال حلوة في برنامجنا قهوة الصباح. كان لهم تجربة كثير رائعة من خلال المعرض اللي تم إقامتها في مركز عمان الدولي للمعارض بالتعاون مع السفارة الهولندية في عمل دورات تدريبية لمنسقي الزهور وأيضا لعامة الناس اللي كان يوم الأربعاء. فحلو الواحد يتعامل مع الورد، لأن الورد يحتاج لرقة، يحتاج لحنان، يحتاج له في نفس الوقت ذوق. فاللي يعرف يتعامل مع الورد أكيد بتكون حياته كلها ورد وسعادة. عموما صبح عليكم بالخير والعافية، وإن شاء الله نبدأ المشوار وهمستنا الصباحية تقول إشراقة كل صباح يشرق فجر جديد، يوم ينسدل به الستار على ماضي الأمس نحبسه بجفن أعيننا، أمس تتساقط أحداثه مع تساقط قطرات الندى فيصبح ذكرى تتلاشى مع نسمات الصباح. فشعاع الشمس يخترق الأمس ويبدد الظلام ويملي الحياة نور، سهم مضيء مشرق يصيب قلبك فينبض طلبا للحياة من جديد متناسيا الأمس بكل آلامه وهمومه، ساعيا ليوم صافي كالسماء يملأ نفوسنا. وكل ما يمضي يصبح ذكرى لا يمكن استرجاعه إلا في لحظات الحنين للماضي. صباحكم همسات. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى فقرتنا الأولى في برنامجنا قهوة الصباح، وحديثنا عن في فقرتنا همسات السكون اليوم عن الرهاب الاجتماعي. طبعا دائما ضيفتنا العزيزة في برنامجنا قهوة الصباح كل يوم سبت جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد أخصائية صحة نفسية. نقول لك صباح الخير ويا مرحبا. صباح النور. يا مرحبا حياك الله. خلينا كذا أدخل في صلب الموضوع، وأحب أكرر اللي يحب يتواصل معنا على رقم هاتفنا اللي ظهر على الشاشة اللي هو 2 4 9 4 3 7 0 1. أنا قاعد كل مرة أحفظ، أنا بيني وبينك لأن عندي برنامج في الإذاعة فيصير عندي لخبطه بالنسبة للرقم. أحاول أحفظ معك كل أسبوع. شو أخبارك؟ الحمد لله. صباح سعيد إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب كذا يكون خير وبركة على كل من قاعد يتابعنا. علينا جميعا. الرهاب الاجتماعي. أيوة. مفهوم مبسط كذا عشان بس الجمهور. أيوة. اللي قاعد يتابعنا. المفهوم المبسط للرهاب الاجتماعي، الرهاب هو الخوف. لكن هو الخوف الشديد. مش الخوف العادي. والرهاب الاجتماعي هو الخوف من التجمعات، من المناسبات. مثلا الحين في المهرجان ممكن بعض الناس يخافوا يروحوا المهرجان. عشان التجمع، وتقريبا 10% من الناس يخافوا المناسبات. تقريبا وكل من 1 من 10 من الأشخاص المتواجدين يكون عندهم الرهاب الاجتماعي. طبعا كلمة الرهاب هو مثل ما قلت الخوف الشديد. في الرهاب الاجتماعي، في الرهاب من السفر، في الرهاب من أشياء كثيرة، يعني ما بس هو الرهاب الاجتماعي، بس يستعمل هذه الكلمة. ويمكن أكثر واحد شيوعا هو الرهاب الاجتماعي. هل هو يولد مع الإنسان؟ يعني موجود من بالسليقة كذا طلع معه، ولا بسبب ظروف ومواقف الحياة ممكن تترتب عليه يتحول إنه يصير مرحلة رهاب اجتماعي؟ الحين في فرق بين حد يكون خجول أو غير اجتماعي من الرهاب الاجتماعي. في ناس ما اجتماعيين. نعم. يعني هم كذا، ايوه شخصيتهم كذا. بس الرهاب الاجتماعي الواحد ما يتولد بها، الواحد يتعايش معه ويعيش مع هذا الشيء، يكتسبها يعني. يكتسبها. ايوه. فيشوفها مثلا اول ما يتولد، مثلا اول مره ذكرت تكلمنا عن الصرصار الواحد يخاف منه. هذه الاشياء يشوفها مثلا. فيمكن اهله من نوع اللي
ما بنوا فيه ثقة. مثلا في أشياء معينة بغى يسويها قالوا له لا 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 تسوي، لا تطلع، لا تطلع كثير، يمكن شيء يصير لك برا. فهذه الأشياء شوي شوي تكبر عند الشخص، والرهاب أكثر شيء يزيد وقت الشخص لما يكون مراهق، لأنه هذيك الوقت تثقل الشخصية أكثر. فالثقة في النفس وهذه الأشياء هي اللي تخلي الرهاب الاجتماعي أكثر. يعني أقدر أقول كذا بشكل مبسط أن هو مكتسب من خلال الرؤية والمشاهدة من تصرفات الأهل. أيوة. مثلا أيوة هي كذا. وبعدين في كثير من الناس حتى ما يروح المدرسة مثلا المدرس كان كثير شديد معه، مثلا فشله مرة في حياته، وهذا الشخص أصلا حساس. في ناس يأخذوا أنه لا أنا بسوي أحسن وبكون أقوى، وفي ناس يبدأوا شوي شوي يتقوقعوا. أيوة ينزوي إلى زاوية وتظل معهم لين ما يكبروا. يعني تظل معهم في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، لما يتزوج، في المناسبات، وتزيد في الآخر واحد يكون منعزل تماماً. زين أنا بعطيك بعض المواقف. أيوة. وأتمنى تعطيني طرق العلاج كيف ممكن تصرف. إن شاء الله. ترى كل أب وكل أم يحبون يشوفون عيالهم كذا عندهم الجرأة، طبعاً الجرأة الإيجابية أنا أتكلم، فطن نبيه، ما يخاف من بعض الأشياء أو ما يتردد، ما بقول يخاف لأن الخوف هذا غريزة إنسانية. أيوة. اللي ما يخاف بعد إنسان مش طبيعي يعني في وجهة نظري. مثلاً هذه من تصرف ممكن حياتنا الاجتماعية إحنا كعرب. أيوة. إذا مر عندها سلم على فلان، قوم قول شغلة كذا بهالمعنى. أيوة. هذا. أيوة. من قبل الآباء نفس. صحيح. الطريقة عند البنات. صحيح. وفتلقى الأطفال يكون عندهم تردد أو في خوف. أيوة. نقدر نقول. أيوة. ممكن بهالمواقف أنا كيف أتعامل الحين؟ في فرق، في فرق حد يقول لشخص سلم يلا بسرعة إيش فيك. أيوة. يلا. وفي فرق سلم على عمك. هي. سلم على... شوف عمك كيف يسأل عنك. هي. يلا. أو يقول له قبل. أنا يعجبني لما أولادي يسلموا على الناس بطريقة. في فرق أنه حد يدفش حد في الموقف، وفي فرق أنه حد يقول له قبل أو في الموقف يكلمه شوية برقة. الحين إحنا عندنا في مجتمعنا عندنا كثير مال يلا سلام يلا بطريقة القوية. حتى مع البنات يعني ما بنفس الانفعال. ما ليش كذاك جالسة سيري لا ما خبرت. ما في طريقه شوي احنا شوي نستعمل الدفاشه شوي، نحتاج شوي ترقى فجأة. هذه الصدمه يمكن الشخص يكون ما جاهز. فلما انا اخبر الشخص يلا تشوف دائما الاطفال يكونوا كانهم ايوه قدام ورا. انت عاد تحس او الشخص اللي يقول اوه ده فشلني يلا بسرعه يعني في راسه. لا لانه عندنا في المجتمعات لازم واحد يعجبه لما يشوف طفل شخص واو هذا الابن فلان ما شاء الله عليه اليوم سلم وقام واعطانا قهوه وهش. زين في بعض الناس ما يقدروا بنفس الطريقه. فهذه المواقف اللي كثير مهمه ان احنا نعلم اطفالنا. في شيء احنا بنفسنا مرات مخاوفنا هي اللي تنعكس على الاطفال. يعني يمكن انا عندي رهاب اجتماعي مثلا. نعم. بعدين اقول يا الله يمكن ابني نفس الشيء انا ما بحطه في هذا الموقف. نعم. فما خوفا عليه. أيوة. لما يصير عندنا نفسه فادافع عنه حتى انا يمكن ما صاير شيء. مثلا ما سلم ايوه ترى تعرفي وكذا الوحده اذا بتكلم تبرر يعني. للشخص. انا بس خذيت يمكن مثال للسلام بس. في بعض ما بخص النساء ولكن يمكن اغلب النساء لانها اكثر يخافون من بعض الحيوانات يعني. أيوة. قطط وانتم كرام الكلاب. صحيح. بس حتى بعض مرات الطيور يعني بعض الطيور. صحيح. فمع مرور الوقت هذا الشيء ينعكس عند الأطفال. أيوة. وتلقاه الأم ودها عيالها يكونون ما يكون عندهم نفس هذا بس هي يعني هي تخاف منهم أو. أيوة. تتقزز. أيوة. منهم مثلا. صحيح. فود هذا الشيء يكون مش موجود. كيف أنا أقدر أفصل بين هذا. أيوة. إن أشجع ابنائي لأنها في النهاية هي حيوانات أليفة يعني. أيوة. أيوة. كيف ممكن. ايوه هذا الحين نرجع مره ثانيه. ايوه للمخاوف مثل ما قلنا الطفل لما يتولد يكون مثل الكمبيوتر يعني ما في شيء في عقله ويبدا شوي شوي يخز. الحين لو انا خايفه من شيء معين لازم قدر المستطاع انه ما اخليه ينعكس على طفلي لانه. نعم. انا اخاف منه. نعم. ما لازم فالمفروض انه اخليه هو لوحده يكتشف هذا المجال. الحين هنا صعوبه ان الوحده تكون ماسكه نفسها ماسكه تشوفه رايح و... نعم. بس لازم على الاقل شوي لانه اذا بدات هي طبعا ما كل الاطفال. نعم. في اطفال حتى لو خوفتهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله جريء يصيروا يعني ما. ما عندهم مشكله بس في بعض الاطفال لا يبداوا وخصوصا البنات انا احس اكثر. يعني اكثر بيبداوا ينكمشوا او اكثر انه بيتراجعوا من المواقف هذه خصوصا اذا مثل ما قلت يعني في عندنا بعض الناس الامهات هم اللي يخافوا من القطط. نعم. وبعدين لما مثلا تخبرهم اوكي انا عندي قطه لا 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 بنتي تخاف تخاف. نعم. كيف عرفتي ان بنتك تخاف؟ إيه. هي جربت بس. إيه. انا لاني اخاف. إيه. احس هي تلقائيا بتخاف. نفس الشيء.
أنا لا، أنا قصدي الحين عرفنا الحال، بس أيوة. كيف أنا أقدر أحاول أن أشجع أنا كأم أيوة. كأب أيوة. أن أحاول أشجع ابنائي وأحاول أسيطر شوي على نفسي وأخليه هو يخوض التجربة، طبعا بمأمن وأنا قاعد أتابع من أيوة بعيد أيوة. لبعيد. هي بنفس الطريقة أيوة. أنه بس نخليهم مثل ما قلت بالضبط أيوة. الجواب أنه أخليهم وحدهم يكتشفوا أنا أحاول أني ما أتدخل. نعم. ولو قدر الله صار شيء مثلا اوكي اذا ايه. صار شيء وانا تدخلت مثلا ايه. اقدر ارجع واقول له ترى انا اخاف من هذا الشيء لانه انا صار لي كذا وكذا وكذا او ايه. يمكن ما صار له شيء قل مثلا انا اخاف منه لانه شكله وكذا بس انت لا تكون مثلي انت ايه. ايش تحس ايه. يعني نرجع لاسلوب الحوار حلو. يعني ما بس نرمي الشخص في التهلكه مثلا وما نتكلم عن الموضوع نقول خلاص يلا جرب وحدك وشوف تجربك زي الحوار يعني جدا مهم اذا انا بحاول ما قلت أنا بعطي أيوة. عدة أمثلة أيوة عشان كيف الناس أنها تتعامل في مثل هذا المواقف. زين في نفس الوقت في هذا الرهاب الاجتماعي قلنا تجاه بعض الأشياء أيوة. أو قدام الناس في بعضهم مثلا يكون على مستوى عالي ممكن كبير مش صغير صحيح. ولكن لما تكون مثلا يقولوا ألقي كلمة صحيح. أو في جمع مثلا العائلة كلها ولازم يقول كلمة في هذا الموضوع أيوة. يصير عنده هنا أيوة. وهذا يصير يجب في الريق ويصير الكلمات ما تطلع عاد وإذا في بعد أصدقاء لي يتربصون لي يبغون يصيدون عليه الكلمات يزيد أكثر أيوة. وهذا يزود المشكلة لما حد يضحك عليه أكثر إما تصير عصبي وتتجنب تماما المناسبات والمواقف في أما تبدأ أنك تخجل وتضحك بس أنت من داخلك تعبان جدا أنا لاحظت كثير من الطلاب في مجتمعنا إحنا أكثر يمكن المجتمع العربي يخافوا الإلقاء مثلا يخافوا أنه مثلا يعملوا في الجامعة أو في المدرسة أنه يقدموا مواد دراسية مثلا كثير يرتبكوا فحتى مثلا درجاتهم بتكون ما عالية مع أنهم عارفين الجواب بس خايفين من أنه يتكلموا أو عارفين أنه كيف يتصرفوا بس خايفين في التجمع كثير من أوقات إيش يصير تلعثم مثلا القلب يبدأ يدق العرق وتشوف الشخص طول الوقت كذا مسوي بإيده مثلا فأنا دائما أخبرهم في طريقة كثير سهلة طبعا يحتاج تدريب أولا الشخص لازم يتدرب وحده زين مثلا في البيت وكذا ويحاول انه مثل يقوم بالتمارين مثلا واحد عنده مثلا برزنتيشن او شيء لازم يلقيه زين يتدرب في البيت حتى يجيب اخوانه اذا طالب يجيب اخوانه والدته جلسهم وقال لهم زين انا بقدم هذا وانتم شوفوا كيف اذا ما يبغى قدام اخوانه واخواته واهله في الغرفه واحده قدام المرايه يقوم بالالقاء في ناس يتدربوا كثير لدرجة لما يوصلوا هناك عادي يتعبوا أكثر صحيح. فبعد نازل الواحد أنه يتوازن في هذا الموضوع الشيء الثاني كثير من الناس لما يقوموا بالإلقاء بتلاحظهم بيتكلموا بعدهم يقولوا ما فيها مشكلة في بعض الناس يقولوا لا إذا قلت يمكن بيقولوا هذا ما يعرف لا بالعكس هذا كأنه حد يتنفس كأنه حد يأخذ فترة من الراحة أحسن من الواحد يكمل ويبدأ يلخبط في كل شيء مرات لما الواحد يقرأ من ورقة نفس الشيء يحس أن الكلمات تبدأ تتبعثر صحيح فلازم يتوقف حتى يشوف على الجمهور مثلا كذا يلف راسه ويرجع مرة ثانية يقرأ بس ما يكمل على طول لأنه أكيد ما بيقدر يكمل بشكل جيد ممتاز. في بعض الناس يمسكوا في إيدهم مثل القماش او التشو هذا الكلينكس زين هذا بعد حركه ما مشكله ما انه حد بيلاحظ لانه الشيء اللي احنا ما نعرفه انه مثل الحين انت لو مرتبك انا ما بكون عارفه انت حاسس صحيح بس انت تبدا تبين انك مرتبك لما تبدا تركز فيه كثير ممتاز انت ذكرت الحين مثلا الكلينكس المحارم يعني في بعضهم يمسكون قلم ويحاولوا يغطيه في بعضهم يمسكون قطع معدنيه في بعضهم يحطون ايده في جيبه في بعضهم تلقاه يمسك الميكروفون او ناقل الصوت يحاول يحركه كذا هل هذه تصرفات طبيعيه وزين انه يخرج هذه الشحنات من خلال هذا الانفعال يعني هل تشجعينهم مثلا يعمل مثلا بعض الاشياء كذا عشان يطلع هذا الضغط والتوتر نقدر نقول أنا أحس إنها زينة بس بمستوى معين بعد ما أجلس أنا عاد في الكلينكس كذا أسوي مثلا أو أبدأ ألعب في المايك ينكسر لا بس هذه شوية كأنها حركات كأنها الفاصلة مثلا لما نكتب نسوي فاصلة صح؟ نعم فهذه نفس الشيء يعني كثير من الوقت نفس الشيء لما حد يرتبك مثلا بيقول نكتة معينة في ناس حتى يقولون الظاهر أنا شوية ارتبكت وعادي يعني إذا سواها بضحكة وكذا ما فيها مشكلة بس اكثر الناس يحسوا لا بتفشل لا الناس بيعرفوا السر اللي عندي انه انا عندي الرهاب في ناس حتى يبداوا ما يوصلوا ما يصير لهم يعني ما في مثلا في العمل
ما يريدوا يوصلوا مراتب معينة لأنهم خايفين. نعم. لأنه كل ما وصلت أنت تكون مدير أو شيء كذا بتضطر أنك تحتك مع الناس أكثر. نعم. بتضطر أنك تتكلم أكثر فيجلسوا محلك سر. زين. أنا عشان أيضا ما شتت الجمهور. أيه؟ لأن الرهاب أنواع ترى. صحيح. بس لو حددناه بالاجتماعي نحصر في أي مجالات يعني. مثلا كيف يعني مثلا مجالات العمل أيه أو يعني مثلا لو اقول رهاب اجتماعي يندرج تحته كذا وكذا يعني مثلا في فوبيا مثلا السيارات طياره أيوة بس ما يندرج أيوة تحت الرهاب الاجتماعي لا الرهاب الاجتماعي مثلا في العمل مثلا بين الاهل في المناسبات بين الاصدقاء نعم فتلاقي هذا الشخص دائما يخجل انه يتكلم دائما يحس اذا تكلم حد بيضحك عليه او مع انه يمكن الناس حتى ما ملاحظين نعم في هذا يندرج بعد لما الواحد يروح يتسوق لما يروح المهرجان نعم يبدا يشوف الناس كلهم بشكل كانه حلم مزعج انه كثير الناس جايين عندي مع انه كل حد رايح في طريقه كثير من المرضى كانوا يقولوا لي انا احس انه كل حد يشوف علي كانه الناس يعرفوا اقول لهم انت كيف عرفت انه هم يشوفوا عليك لان انا شفتهم اذا انت بعد جالس تشوفهم فنفس الشيء فدائما اخبرهم زين روح الدكان مثلا وتكلموا مع الشخص سألوا ثلاث أسئلة واطلع جرب قل لي إيش بيصير مثلا هذا الشيء فالرهاب الاجتماعي هو أي شيء في تجمع في نوع من التقديم أنه قدم شيء حتى هذا يعتبر نوعا ما من الرهاب يعني ما لازم مجموعة كبيرة هو بس أنه الواحد يكون عنده ثقة بنفسه ففي ناس ما عندهم ثقة في نفسهم بالتالي يكون عندهم الرهاب الاجتماعي ممتاز. أنا أحب أذكر المشاهدين اللي قاعد يتابعون في هذه اللحظات اللي يحب يتواصل معنا زي ما قلنا في صلب الموضوع بما يخص موضوع الرهاب الاجتماعي على 2-4-9-4-3-7-0-1 وأتمنى تكون الأسئلة كلها مركزة في هذه النقطة. في كثير من الرسائل وصلتني على صفحتنا في الفيسبوك تحت مسمى أمان تي في جنرال. بالنسبة لعادل والدمع كلهم يشكرون على برنامجنا قهوة الصباح وعلى طرح هذه المواضيع يعني مثلا الدمع حبر العيون تقول صباحكم سعادة وابتسامة والمواضيع من عناوينها جميلة وشيقة أشكرك كثير أتمنى بالفعل تكون الفائدة بالنسبة للمشاهدين. بالنسبة لعادل التركيز على الطفولة والأمومة نراها الآن وفي هذا العصر ومن أهم الأمور التي يجب أن تناقش ويذكر يعني في ظل هذا العولمة وفي التطور لازم يكون في اهتمام في الجانب الاجتماعي وخاصة الأسرة والطفولة. أكيد. أنا الحين كل أم إذا ما برجع لنفس السؤال اللي طرحت لك إياه في البداية دائما نبغى نشوف أبنائنا مبادرين يمكن حتى أحسن منا. أكيد. فودي تعطيني بعض المهارات اللي ممكن تكون عند الأب والأم نعزز هذه المهارات في أبنائنا ولكن بسمع منك الإجابة بعد هذا الاتصال. مرحبا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله. يا مرحب. يا مرحب بخير الله يسلمك مين معاي؟ ربنا يعطيك الصحة والعافية. عايش السلسلة معك أم محمد. تفضل يا أم محمد. والله ممكن أسلم على الأخت. سلم عليك السيدة. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ السلام عليكم أختي، شو أخبارك؟ كيف حالك أختي؟ الحمد لله بخير. ربنا يعطيك الصحة والعافية. أختي أنا من هذا اليوم عندكم يعني سؤال شيق وحلو عن هذا اليوم. تسلم. الرهاب الاجتماعي. إي نعم. والله من هذا الشيء فأنا عندي ولد نفس الشيء يعني أنا كنت من النوع الرهاب الاجتماعي أنا سابقا. لان المشكله اتخوف لا تروحنا لا تسوي هنا لا تروحنا حتى طلع الولد يعني حتى لما يضربوه ما بيضرب لما يسوي ما بيسوي لان كيف بيخاف ايوه فيا ليت لو تنصحينا يعني عن هذا الرهاب الاجتماعي حتى احنا المشكله ان نتخوف من الاشياء يعني نتخوف من الاشياء اذا كم عمره للطفل؟ والله ما طفل هو ولد يعني فتى وطفل لكن الطفل ما شاء الله عليه جريء يعني في حاجات حتى لما بقول لا تسوي هذه الاشياء ما شاء الله عليه يعني زين خلاص عجل لكن الفتى لما كنت انا كنت من البدايه يعني اقول لا تسوي هذا لا تسوي هذا فهو كان يخاف فما زال يعني حتى لما بيضربوه ما يدافع عن نفسه يتخوف زين لا تقولين اسمه عشان خاطري ها لا تقولي بس يا ريت لو تعطيني رقم الاخت الخاص حطيته تواصل معاها يعني كيف طرق العلاج يعني معها ان شاء الله ان شاء الله مشكوره يا محمد تسلم اتصال جديد ايضا مرحبا السلام عليكم السلام عليكم قصروا على صوت التلفزيون اخواني بس عشان نسمعكم وتسمعونا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه يا مرحبا مين معاي؟ معك ام سعيد تفضل يا ام سعيد لو سمحت بس حبيت استفسر من عند الاخت بسمة يعني انا والدي كان يعني ايش اسلوبه يعني هو
رفعوا لنا صوت شوي بس وكذا، بس يمكن يعني بعدين يعند ويمشي كأني ما كلمة وأنا نادي يعني ويسمع الكلمة بس يمشي. عناد عنده. بديت أسلوب أقرأ الكتب وكذا، فاستفدت إن لازم إني ما أصرخ أصارخ فيه يعني أنادي بالهداوة وكذا. فاتبعت هذا الأسلوب ورجع يعني الأحسن. يعني الحين يعني من دخل صف الأول بدأ مستواه ينزل مثل ما يعني ما مثل كل مرة، فأعاني نفس الحالة وأكثر. يعني يطلع عادي ما يستأذن مني يسوي يعني حركات، فعرفت منه وما عرفت يعني كيف التصرف. تمام. فإذا الأخت تفيدني يعني مشكورة إن شاء الله. إن شاء الله يا أم سعيد، لو أنه خارج موضوعنا ولكن إن شاء الله. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، مين معاي؟ الحمد لله طيبة. تفضل. يا مرحبا، مين معاي؟ فاطمة العويسي. تفضلي فاطمة. تفضلي. بس عندي سؤال بشأن الرهاب الاجتماعي. تفضلي. كما لاحظنا من خلال الأستاذ أن الرهاب الاجتماعي هو ظاهرة تظهر على الأشخاص عند الاجتماعات مثلا في العمل وفي مجالات أخرى بشأن التجمع حول الناس مثل معينين. نعم. لكن متى نلاحظ أن ذا الشخص عنده سلوك متطور، يعني ينقل من سلوك عادي طبيعي، يعني مثلا شخص يتكلم الناس طبيعي انه يعني يصادف والناس اخرين لابد من خوف، لكن متى نقول ان هذا السلوك يعني خطير وبالتالي ينقلب الى مرض؟ نعم ممتاز. يعني متى نقول ان هذه الحاله وصلت الى مرحله الرهاب الاجتماعي؟ نعم، وصلت الى حد ان لا لابد محتاج ان متابعه. نعم. متابعة، وبالتالي هناك طبيب يختص بذلك. إن شاء الله يا فاطمة إن شاء الله. إذا معنا اتصال بس نأخذ الاتصال الأخير عشان نقدر نجاوب عليهم الأسئلة الأربعة. السلام عليكم. السلام عليكم. قصروا على صوت التلفزيون أسمع. السلام عليكم. عموما اتمنى من الناس اللي يتواصلوا معي يركزون معنا عشان بس نكسب الوقت. ناخذ ام محمد في البدايه، تقول هي كانت عندها شيء من هذا الرهاب وشكله شيء لا ارادي انعكس هذا على ابنائها. الطفل الصغير ما شاء الله عليه جري، ولكن الكبير اتوقع بعد الكبير بعض المرات يتحمى، خاصه اذا هو اكبر واحد في البيت انه رجال البيت. هو عمود البيت، ان البيت كله معتمد عليه، فيصير انه في حم في حب انه يكون منزوي وما يكون له مسؤوليه. كيف ممكن تتعامل مع ابنها واذا في نقطه للتواصل معك؟ الحين هي الابن الكبير هو اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي، والصغير هو الجريء. هو الجريء. هي الحين ايش اللي مضايقها؟ انا اعرف خوف الام، قلب الام انه ولدها يتعرض بعض المرات للمضايقات وما يدافع حتى عن نفسه. صحيح. وهذا للاسف هذه الاشياء هي اللي تخوف، لانه هي نوعا ما لها جواب للسؤال الثاني بعد لابنها في المدرسه العاديه. أنا أحس الأولاد في مجتمعنا عندهم ضغط كبير، يعني غير البيت المدرسة. للأسف إحنا الحين صار عندنا أشياء اسمها العدائية اللي هي البولينج بالإنجليزي، هالأشياء ما كانت عندنا زمان كثير، بس الحين منتشرة بشكل أكثر. الحين من الطبيعي إنه هي، لأنه هي الأم وهي المدرس الأول للطفل، إنه هي الأشياء اللي هي فيها تنعكس على الطفل الأول. ومثل ما قلت وتفضلت، الطفل الأول له كثير ضغوطات. نعم. لانه له مسؤوليه. يمكن اكثر من وقت احنا نقول انت الكبير، انت اللي مفروض شوف اخوك الصغير. نعم. ونبدا مساله المقارنه. المقارنه شيء كثير ومش طيب يعني كثير. فالمهم الحين الطفل ما شاء الله كانها قالت لي رايح الصف الاول. لا 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 لا، هذا ام سعيد، هذا ثاني لخبط بين الامهات. زين. فهي تقول لي انه هو يخاف عاده حتى ما يضارب، صح؟ اي نعم. ايوه. أنا حابة أن يسألها هو لما يقول لها أنه أنا أخاف أو أنا ما أتضارب مع شخص، إيش الأسباب اللي يعطيها يعني؟ هل الطفل الثاني أكبر؟ هل الطفل الثاني يخاف أنه بيضربه وما بيعرف أنه يرد؟ هل هي لما قالت له زمان أو كانت تتحفظ عليه، هل كانت تخبره ليش كانت تسوي هالخطوات؟ يعني حابة أنه هي تجلس معه أولا وتسأله بالتفصيل، مش بطريقة تهديد، بطريقة كثير هادية تسأله ايش الاشياء اللي انت تخاف انه بيصير؟ خلينا نتخيل ايش الاشياء اللي يمكن بتصير. حتى تقول له خلينا نمثل، انا الحين الطفل الثاني
وانت ابني، يعني شو كيف الحوار بيكون. نعم. ومن هالاسلوب والاسلوب القصصي انها تحكي له، حتى تقول له انا كان عندي هذا الشيء. نعم. يعني ما عيب انه انا اعترف انه انا كان عندي شيء معين. نعم. والحين صرت شوي احسن. فانت بعد تقدر تصير بهالطريقه، بس لا تقارن. تحاول تبتعد عن المقارنه ويصير جانب حوار. هي قالت بالنسبه لام محمد قنوات التواصل معك اذا كان ممكن بس نعرفها. ان شاء الله انا بعد اذنك تحطي لي ارقام تليفوناتك والايميل، وان شاء الله بنزهل لها من خلال البرنامج. وايضا اللي بيتابعنا عن طريق صفحتها في الفيسبوك وتويتر بيكون اللينك بالنسبه لارقامك وكذلك صفحتك. ام سعيد، لو ان موضوعها شوي بعيد عن برنامجنا بس تستاهل ام سعيد. طفلها في البدايه لما كانت تتناقش معاه وتتحاور معه هو في الصغر عنيد ما يرد عليها، تبعت اسلوب بعد ما قرات مجموعه من الكتب، اسلوب المحاوره الهدوء، وقدرت نوعا ما يكون في هذه الالفه. راح الصف الاول، مستواه العلمي تدنى، ويعني التحصيل الدراسي ايضا كان اقل عكس المتوقع اللي كانت، يعني شكله كان جيد بعدين بدا ينزل، لما تجي تناقشه يطلع بدون ما يستاذنها بدون ما يقول لها، يعني يبدا هنا النرفز عند الام انه ما في هذاك الاحترام. كان المراهق الصغير. ايوه بالضبط، كيف تتعامل معه؟ الحين هي تقول انه مستواه تدنى، هو الصف الاول، يعني هو تدنى من الروضه مستواه اولا، يعني لازم احنا بعد يعني انا اعرف كأم الواحد دائما تريد انه اولادها يكونوا احسن شيء، هذا الطبيعي، انا ام واحس بنفس الاحساس هذا، بس لازم نخلي في بالنا انه الحين هو الصف الاول غير عن الروضه. نعم. الحين دراسه اكثر غير عن اللعب في الروضه، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، لما هو ما يبغى يكلمها وكذا اكيد هو عنده مشكله معينه، عشان كذا هو يهرب او ما يبغى، يعني يمكن عنده شيء وما قادر يتكلم. ايوه يعبر، فيعبر بطريقه عدوانيه هذه، انه هو يروح ويجي وكذا. تحتاج هي تسال المدرسه هو كيف يكون في الصف، وتقارن في الصف كيف وفي البيت كيف. نفس الشيء، وتحاول تشوف في بعض الاطفال يحسوا انه الحصه ما فيها تحدي كفايه حالهم، يعني هم يمكن بذكاء اعلى ويحسوا انه ما بتحدي كفايه. نفس الوقت هل هو قادر انه يركز في الصف؟ يعني في اشياء كثيره يعني ترتب على انه هو يتصرف بالطريقه. بس خليها نفس الوقت انها تحس انه هو الحين صف الاول. فان شاء الله، يعني هذه كانها بدايه الطريق. زمان ما ناس حتى ما كانوا يروحوا الروضه يروحوا الصف الاول. صحيح. ايوه، فهذه كانها الاول بدايه الطريق. نعم. حتى لو كان في الروضه وكذا، فخليها تتابعه ونفس الوقت تكلمه وتتكلم مع المدرسين في المدرسه وتشوف. انا بصراحه انا ما الوم الامهات جد، ترى كل ام تبغى تشوف عيالها هم احسن ناس وافضل ناس وناجحين، وهذا ام سعيدة ما قالت الا من الحرص، ودها تشوف ولادها دائما كذا. مرات لانه احنا عندنا، نرجع مره ثانيه، احنا عندنا مخاوف معينة. نعم. احنا اللي نرتبك او نحس يا الله لا يكون بعدين يقولوا تلقى شايف الدنيا بسيطه سعيد. ايوه، ما بينها كذا. فانا بالعكس، انا يعني هذه النقطه انا احسها نفس الشيء كأم. زين فاطمه، سؤالها تقول متى، يعني تقول الانسان يمر بمراحل وخاصه في التجمعات يصير ارتباك طبيعي، ترى احنا حتى قبل ما نطلع الهواء بثواني في هذه الجزيئات، يمكن في بداياتها اول ما طلعت يمكن اخذ دقيقه على ما اهدى، الحين صار عادي يمكن مال 10 ثواني في البدايه، بعدين خاصه لما يكون في برامج جديده. صحيح. بس متى نقدر نقول ان هذه مرحله لا، انه محتاجه علاج، محتاجه ما بقول حتى علاج، ان ننتبه شوي، ان نركز، يعني انه يكون في مهارات عندي عشان يروح من عندي هذا الرهاب. صحيح. احنا تكلمنا عن اذا في علامات. ايوه في علامات، احنا تكلمنا انه في ناس طبعهم كذا، الطبع غير المرأة. انه انا خجوله مثلا لمستوى معين، انه انا ما اجتماعيه لمستوى معين، هذا طبيعي. الما طبيعي انه انا ابدا ما اريد اروح الدكاكين لاني خايفه. نعم. ابدا انزوي. مثلا عندي مناسبات ابدا شوي شوي، تلاحظ الشخص دائما ما يروح، ابدا لما اروح هذه المناسبات قلبي يبدا يدق واتلعثم واحس انه كل حد يشوف علي وكل العيون علي. هنا تبدا الظواهر تكون شويه مريبه، ولازم الواحد يلجا للعلاج، لانه للاسف هذه الاشياء ما تقل الا لو الواحد حاول انه يغير من نفسه او راح للعلاج، لانها اكثر شيء تزيد، لانه يصير كانه العقل هو الذي يقتحم الجسم، يعني كانه هو جالس يتحداك. كل ما انت تقول لا انا بكون زين، لا ما بتكون زينه، شوف كل حد يشوف عليك، ويبدا عاد الاعراض تكون شد، حتى انه يمكن تصير الاعراض اللي تكون تحتاج عاد الادويه والتركيز الاكثر فيها.
ففي فرق بين المرض نعم والطبع نعم. واحنا بطبعنا مرات خجولين انه لما تربينا انه نكون في البيت ما كثير فبعد في طبع مختلفه بيننا وبين الغرب في هذه النقطه تقريبا هم اكثر يمكن ايوه نعم صحيح. عموما انا سعيد كثير لوني انا طرحت عليك سؤال كنت انتظر الاجابه أيوة اللي بالنسبه للمهارات اللي اذا كان ممكن نقولها بشكل سريع يعني خلص الوقت يعني للاب وللام اللي ممكن يعني ينتبه لهذه الاشياء وممكن بعدين يزرعها شوي شوي يعني احنا ما نقول من الحين مثل ديك سلف وبتحول لا شوي شوي بعض المهارات اللي ممكن يكسبها اسلوب القصصي كثير مهم قصص من حياتي انا او حياه والد الطفل يمكن هو صار له اشياء معينه الاطفال دائما يحسوا الكبار ما يصير لهم شيء نعم انه هم بس جالس يصير لهم كل هذه المواقف اسلوب التعبيري انه دائما اخبرهم زين كلموني اليوم كيف كان يومكم ايش حسيتوا بهالطريقه نعم. زرع الثقه في النفس هذا اهم اهم شيء احنا كثير من الاوقات حتى نلخبط الاطفال مثلا يجوا الضيوف قل لهم لازم ما تتكلم ما تقول شيء بعدين فجاه يلا سلم يلا يعني كانه نلخبطهم انزين ايش اسوي اسلم ولا ما اسلم اتكلم ولا وبعض الناس ما شاء الله يبداوا يتكلموا الاطفال ويبدا يقولوا اسرار البيت في واحد لا 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 بس لا تتكلم ارجع فالواحد لازم يدرس اطفاله بس مش مثل ما المدرس يدرس طلابه في المدرسه مثل ما الاب والام يدرسوا اطفالهم طريقه شويه اهدى طريقه اكثر ثقه في النفس ان شاء الله شكرا للجناب السيده شكرا. بسمه بنت فخري ال سعيد اخصائيه صحه نفسيه احنا سعداء كثير بوجودك معنا وطلتك الصباحيه يعني كل يوم سبت وان شاء الله كذا من خلال برنامجنا وعدكم بعد شوي ان شاء الله بستعطيهم الارقام نعم. وكذلك التواصل حتى نعرضها على الشاشه اللي يحب يتواصل معك مباشره شكرا مره ثانيه شكرا ويومك سعيد يا رب وانتم كذلك تسلمين شكرا. احنا بناخذ فاصل قصير من بعده بنتعرف على حاله الطقس ومهم يعني بعد الطقس بيكون عندنا قراءة سريعة لأبرز العناوين من خلال صحفتنا صباح الخير
ولا أبرز العناوين من خلال صحفتنا لصبيحة هذا اليوم، ونبدأ بجريدة عمان. وخبرنا الأول يقول 50% نسبة الإنجاز بمشروع مطاري مسقط الدولي وكذلك صنعاء. أيضا من عناوين جريدة عمان، وسط فرحة غامرة عودة العائلة العمانية المحتجزة بالهند واستقبال بالدموع. أيضا من هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم توقع اتفاقية انتفاع وتطوير مع مجموعة سهيل بهوان القابضة. أما بالنسبة للأخبار الاقتصادية نقرأها لكم من جريدة الوطن بالتنسيق مع عمان تل والنورس. اليوم هيئة تنظيم الاتصالات تعلن عن مبادرتها لتوفير خدمات الاتصال الأساسية المتنقلة للقرى الريفية بالسلطنة. أيضا من عناوين الاقتصادية، بلدية مسقط تضبط وتتلف أكثر من 6 ملايين طن مواد غذائية و3 ملايين كيلو من الخضروات والفواكه و12,000 كيلو من اللحوم والأسماك الفاسدة خلال عام واحد. الله يستر، بس هذا اللي بقوله أنا. الشبيبة وأخبارنا الرياضية تقول استفاد من تجاربه الودية ويسعى لتجاوز سور الصين. منتخب الهوكي واصل تحضيره لبطولة دوري العالم. أتمنى لهم التوفيق بصراحة. في رياضات عندنا في السلطنة تحتاج تسليط ضوء أكثر غير كرة القدم، الله يعطيهم الصحة والعافية بالنسبة للاعبينا، بس في مثل الهوكي، كرة الطائرة، كرة اليد، أيضا كرة التنس، في كثير من اللاعبين متميزين. حتى الرياضات مثل ألعاب القوة، اختراق الضاحية، كمال أجسام، يعني كثير. أنا لي أصدقاء في عدة مجالات أحس أنهم يحتاجون أيضا تسليط ضوء، إن كان صحفيا، إذاعيا، تلفزيونيا، وأيضا بالنسبة كجهات مسؤولة. اليوم انطلاق البطولة الدولية للقدرة والتحمل لمسافة 120 كيلومتر في قطر. هذه من الرياضات اللي بالنسبة لي ممتعة، واتمنى بالفعل ان يكون لها تشجيع اكثر واكثر، لان خاصه احنا دول الخليج تتمتع بتضاريس مختلفه، وممكن بالسلطنه بالدرجه الاولى ففيها مساحه للتحمل. اذكر في مسابقه فخري تذكر الرجل الحديدي لما سواها يمكن من قبل 10 سنوات كانت في السلطنه، كانت من اروع الرياضات، يعني كان في مشاركات دوليه من كافه العالم، كان تجولهم على مستوى ولايه السلطنه، بدوها في الشرقيه، وكان ولا والاستفاده ايضا مكتبه التلفزيون استفادت بمجموعه من اللقطات الرائعه. اما بالنسبه للاخبار الرياضيه العالميه، سقوط حامل لقب اليورو وايضا نجاه الانتر وتوتنهام من فخ كولوج وليون. هذا بالنسبة لأبرز الأخبار الرياضية من خلال صحفتنا المحلية. الآن إلى مجموعة من الأخبار العالمية. DW هطول وابل من النيازك في روسيا أدى إلى إصابة حوالي 1,000 شخص. يمكن بالأمس معظم قنوات العالم يعني كانت تركز على خبر الكويكب اللي تحت مسمى DA 14، اللي كان يعني يقال انه كان بيصطدم بالارض، شكل هذه بعض النيازك الفتات المتبقيه من هذا الكويكب. وكثير كان يقول لك انه كان بياثر على الاقمار الاصطناعيه. بعض الاقاويل انه ممكن تكون لها تاثير خلال الاعوام القادمه مثل هذه الظواهر الطبيعيه على حاله الطقس بالنسبه لارتفاع منسوب المياه، الفيضانات، التسونامي وما شابه ذلك. أبل من أخبارنا أيضا، أبل تعتزم طرح منتج جديد كليا على الشركة، وهو ساعة يد ذكية سيزاح الستار عنها هذا العام. هذا من أخبار ذا نيويورك تايمز. أما بالنسبة لواشنطن بوست، خبرنا يقول اندماج شركتان طيران أمريكيتان لتكوين أكبر مجموعة طيران في العالم. أيضا من الأخبار نقدر نقول فيما يخص الهواتف الذكية، بعد ثورة الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية، عدة شركات تسعى إلى إدخال ثقافة التطبيقات الإلكترونية على السيارات بحلول 2014. ما بقى شيء يا جماعة، باقي بس السيارة تطير وخلاص ونخلص، زي ما نشوف الأفلام الخيالية. عموما من هذا العنوان يكون وصلنا إلى آخر الأخبار بالنسبة لصحافتنا المحلية وكذلك الدولية. الحين بيكون عندنا تقرير، أي تقرير بناخذ الحين؟
عشان بس ننوه للمشاهدين اللي قاعد يتابعونا، بناخذ تقرير الدراما ولا بالنسبه للاثاث الملازم؟ الدراما؟ يلا الحين بيكون معنا كفقره هذه اللي دائما احنا من خلالها نستعرض مجموعه من الدراما المحليه، بيكون معنا مسلسل شوفوا الناس، وبعدها راجعين لسالفتنا. حمد وين يشتغل؟ وين يشتغل؟ أنا أخاف إذا قلت لك ما بتصدقني. لا والله العظيم أصدقك، والله أصدقك. أنا بديت أصدق أي كلمة تقولها عن هذا الإنسان. قول تكلم. والله؟ أجب قرب دنينك. دخل دخل. حمد أشتغل بالتحري. تعال يا مسلسل شوفوا الناس من المسلسلات العمانية الكوميدية، وهي من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان لعام 1998. وتدور قصة هذا المسلسل حول زوجة تغار على زوجها أكثر من اللازم، وهي تشتغل في مكتب بريد ودائما تفتش وراء زوجها، كما أنها تأتي برسائل من مجهول فتثير المشاكل بين زوجها، وهذه الرسائل تأتي بالخطأ ويتدخل الأهل وخصوصا أبو الزوجة فيحاول التدخل، ويغير الزوج صندوق بريده في كل مرة ويجد نفس الرسائل من مجهول، ويتضح للزوج في نهاية الأمر بأنها مؤامرة من زوجته لكي تحافظ عليه. ومن أبطال هذا العمل الفنان صالح زعل والفنانة سميرة الوهيبي، وتمضي الأحداث في مواقف ساخرة بينهما. وين هذه الرسائل؟ وين؟ نادي لي إياها. إذا تاكلني أبو بعد حطتني فوق ظهره. هنا فهم معه. ما عندي تفاهم. تفاهم يا ابن الخيزران. وانت في الخيزران دامعك الليل. الخيزران وانت انكسرت. وهذه بني دولي جاهزين. وين دولي؟ ما يعرف اني بتكون تتعامل. ماشي فرصة. اجل. هيا واجل. تعال هنا. عمي خالي. أرجوك أعطني فرصة الأول. بعدين برفع على راحتي. خليني أتكلم من أول. خلاص. فهم معك أول، فرصة هو عطني فرصة. عطني فرصة.
ما لاحظنا اللقطات اللي مضت قبل شوية، هذه لقطات حية من كاميرا البرنامج الموجودة على أعلى مبنى الهيئة، يعني لقطات مباشرة لأجواء كذا. إحنا نحب نعطيكم كذا الأجواء الصباحية والحركة الصباحية، وخاصة في هذا اليوم. في كل يوم إحنا بنكون عندنا كذا جولة من خلال كاميراتنا. يمكن بعد لاحظنا المسلسل شوفوا الناس، يمكن مبادرة من خلال برنامجنا قهوة الصباح بتذكير المشاهد بأعمال كذا درامية وكيف كانت نشطة وما زالت، ولكن تعرفوا إحنا طماعين كمشاهدين إن نشوف الأفضل والأحسن، لأن طبيعي تصير عملية المقارنة بين الماضي وكذلك الحاضر، يعني بالإمكانيات البسيطة وكان هناك الإبداع، والحين بتوفر الإمكانيات نتمنى نشوف إبداع أكثر وأكثر. الله يوفق كل القائمين على حركة درامية من إنتاج وكذلك مخرجين وكادر أخر يعني فني، وأيضا في نفس الوقت أصحاب الشخصيات المعروفة من أسماء الله يعطيهم الصحة والعافية من الأداء التمثيلي. عموما الحين عندنا سالفتنا، السالفة اليوم خصيناها للأم، كلمة في حق الأم إيش تحب تقولها؟ وصلتني مجموعة من الرسائل على ما ترجع يعني تطلع معنا الاتصالات، اللي يحب يشاركنا مباشرة على 2494-43701. نورة تقول لي أقولها الله يشفيك ويخليك لنا يا أحلى أم، رجاء أن اقرأوا هذه الرسالة لأمي لأنها تتابعكم وتتابع برنامجكم بشكل دائم، الله يعطيها الصحة والعافية. وإذا كانت تتابعنا في هذه اللحظة نقولها الله يعطيك الصحة والعافية، بنيتك نورة تسلم عليك وتمنى لك إن شاء الله دوم الصحة والعافية. أيضا الله يخلي الوالدة ويحفظها لنا إن شاء الله من نونة، بعض تعرف بعض الأسامي اللي خاصة بالتويتر وكذلك الفيسبوك. قطر الندم تقول ما ألوم، يعني أنت أملي وأنت ألمي، يكبر إذا تألمت وضحكتك هي فرحتي، افرح يا أمي لأفرح، سعادتك هي راحتي، ابتسامتك هي سر سعادتي. الله يخلي لكم أمهاتكم إن شاء الله وجميع أمهات الأمة العربية وكذلك الإسلامية والعالم أجمع، يا رب أحفظها لي من كل شر وافرح قلبها دائما وأبدا، والله لو فرش لك الأرض ذهب ما أوفي حقك. شكرا كثير يا الاسم مش واضح بالنسبة لي، عوض الزيدي مخرجنا الله يعطيه الصحة والعافية، يترحم على الوالدة الله يغفر لها ويرحمها إن شاء الله، ويرحم كل أمهات اللي يعني توفاهم الله، الله يجمعنا وياهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى. وصلتنا مجموعة من الاتصالات، نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا، مين معاي؟ معك عارف الضباري، كيف حالك؟ تفضل يا عارف تفضل. الله يديم فضلك، الموضوع اليوم صراحة ممتاز جدا جدا. تسلم تسلم يا أحمد. الوالدين الأم والأب الأم تاقن على الرأس وماشي اللي أرفع عيد لله سبحانه وتعالى وأقول الله يطول بعمر الوالدين اللهم أمين والله يخليهن يا رب على هذه الدنيا، والوالدين واللي ميت أمه واللي رايح أمه من الدنيا الله يغفر لها يا رب ويرحمها ويوسع قبرها يا أرحم الراحمين. آمين. شكرا، ما عندي أكثر من هالكلام. شكرا يا عارف، تسلم ما قصرت ما قصرت. مشكور جزاك. تسلم على التواصل الدائم، تسلم ما قصرت. أحمد الشيدي من صفحتنا في الفيسبوك يقول أحبك يا أمي حياة الأمل، الله يعطيها طولة العمر ويرزقها الصحة والعافية يا رب، ويحفظها ويحفظ جميع الأمهات. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا تفضل، مين معاي؟ اسمعني من السماعة لو سمحت، ولا تسمعني من التلفزيون عشان الصوت يكون واضح. نستقبل الاتصال بعدها بس عشان الوقت. السلام عليكم. الوالدة. يا مرحبا. خميس. تفضل يا خميس يعني. تفضل. أهني الوالدة واتمنى لها إن شاء الله العافية والصحة وطول العمر. شكرا يا خميس تسلم. وكذلك أم زوجتي الله يخليهم إن شاء الله جميعا يا رب إن شاء الله. شكرا يا خميس. وهذا زي ما قلنا لكم اليوم إحنا نبغى نسمع كلمة حلوة حق الأم اللي قاعد تتابعنا، وأيضا لكل أمهاتنا في الأمة العربية وكذلك الإسلامية والعالم أجمع. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيرو صلالة تقول الله يحفظها ويطول بعمرها، بدونها الحياة ما تسوى والبيت يظلم نورة بغيابها، فديت الغالي إن شاء الله يحفظ الجميع الأمهات. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا تفضل يا أختي. عليكم السلام، بغيت أهني الأم. إحنا مو تهنية، إحنا قاعد نقول كلمة في حق الأم، قولي تفضلي. وأتمنى قصروا على صوت التلفزيون.
قصري على صوت التلفزيون عشان تسمعيني بشكل واضح يا اختي. بغيت اهني امي واقول لها كل عام وهي بخير واتمنى لها السعاده امين يا رب والشفاء وجميع كل امه المسلمين. امين ان شاء الله امين ان شاء الله. بس عشان ما يكون في لبس، احنا ترى مو قاعد نسوي تهاني، احنا نبغى نسمع كلمه في حق الام، مو عشان مناسبه معينه يعني. احمد يقول لي الله يحفظها ويخليها يا رب، وكذلك يحفظ الوالد ويجعلهم ان شاء الله ذخر لنا، امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد على صفحتنا على الفيسبوك. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. حبتين اخوي. يا مرحبا. رانيا تقول احلى حاجه في الدنيا الام. نقول مرحبا، السلام عليكم. مين معاي؟ وعليكم السلام، ساميه معك. تفضلي يا ساميه. كل الكلام قليل بحق الام، بس اقول يا رب الله يحفظ لي ان شاء الله يا رب امي ويخليها لي. امين يا رب. ويخلي كل امهات المسلمين يا آمين. رب. وما في كلام، لأن قليل قليل إذا حتى لو تكلمت. كلام صادق ومشاعر صادقة. مشكورة كثير يا سامي، تسلمي. شكرا أخوي. تسلمي. خليفة المعولي يقول أمي قد توفاها الله منذ عدة أشهر، وأحب أن أقول لكل من له أم لا زالت على قيد الحياة أن يبر بها دون كلل أو تأفف، فالأم في حياتها في حياتنا بمثابة الكنز والرصيد الذي لا ينفذ، وتظل تغرف منه الحسنات عند رب العالمين ولمن توفاها يعني رب العالمين أمه على أبنائها، إن شاء الله يكرمونها بالدعاء والاستغفار لها. مشكور كثير يا أحمد المعولي على هذه الكلمات. نقول مرحبا، السلام عليكم. عليكم. يا مرحبا. السلام عليكم أخ عبد الله. يا مرحبا. عليكم السلام. والله الأم وش يقول لك يعني، الأم من اليوم لبكره ما توفي يعني محاسبات وبذات الام يعني بصراحه يعني. حلو. حتى في الحديث تريت عليه الصلاه والسلام الرسول قال ثم امك يرد لي يعني ثلاث مرات صحيح. بخصوص نعم. الام يعني. نعم. الله يحفظها يا رب. امين دائما ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين امين. خليفة المعولي يقول ادخلوا السرور في قلوبهم قبل ان يدخلوا في قبورهم. الله ان شاء الله يعطيهم الصحه والعافيه، وبالفعل مصدر السعاده بالنسبه لنا هو انعكاس زي ما قلنا لكم من البدايه لنورهم الوهاج. الله يحفظهم الوالد والوالده كذلك، ولكن اليوم احنا خاصين الكلمه لحق الام. نقول مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، تفضلي. هذا اخ عبد الله، معك الاخ تريلا. تفضلي. طبعا نحن مهما وفينا ومهما يعني مهما سوينا ما بنقدر نرد جمايلنا لامنا او ابونا. طبعا الاب لا، الاب لازم نسمع له، الحين احنا نسمع للام، اذا قلنا لابو بيقول اشمعنى الام. صدق. فانا يعني مهما سويت لامي وابوي ما بقدر ارد جمايلهم، واقول الله يحفظ امي وقومها بالسلام. طبعا عامله عمليه جراحيه كبيره. نعم. واقول لها الله يحفظها يا رب. امين ان شاء الله، ان شاء الله ما تشوف شر يا رب وتقوم بالسلامه يا رب. الصحماوي يقول اللهم اشفي امي وعافيها، الله يشفيها ان شاء الله ويشفي جميع الامهات اللي كانوا يتابعونه واللي يتسنى لهم انه في بعض المستشفيات حسب علمنا في بعض الشاشات التلفزيون يتابعونه في برنامج قهوه الصباح، ان شاء الله يسمعون كلمات ابنائهم وعيالهم، تاكدوا انهم يحبونكم ويخافون عليكم ويتمنى لكم الشفاء العاجل حتى ترجعون للبيت وتنورونا. تأملات صامتة، الله يحفظ أمي وجميع الأمهات، اللهم آمين. أيضا وصلتنا أوراق الورد، نستقبل الاتصال بعدين بقرأ رسالتها. ألو. يا مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أتكلم؟ تفضلي. معك عايدة الحسنية محمد. تفضلي الحسنية. ما في كلمة ممكن أوفيها في حق أمي. مهما تكلمت مهما قلت يعني الأم فوق كل كلمة. بس أقول الله يعطيها الصحة والسعادة. الله يخليهم ان شاء الله، يعطيكم العافيه ان شاء الله. اوراق الورد تقول يا رب اخذ من عمري وعطها لامي، ربي يحفظها الغاليه ويطول بعمرها ويخليها لي ان شاء الله ويخليها لكم ان شاء الله يا رب يا رب يا كريم. ايضا نستقبل اتصالات بما يخص الكلمه في حق الام، ايش تحب تقول للوالده الكريمه الله يعطيها الصحه والعافيه. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، مين معاي؟ مريم الظهوري. تفضلي يا مريم. حالك عبد الله؟ بخير الله يسلمك. طبعا بخصوص موضوع اليوم اوجه تحيه حق الوالده الله يحفظها. امين ان شاء الله. مهما قلت يعني ما راح اوفي بحقها لان هي ربتني من يوم من توفى الوالد. الله يرحمها ان شاء الله. فالله يحفظ جميع الامهات، ووجه يعني كلام حق اللي عاقين امهاتهم يعني ما بيعرفوا حقها الا لما يفقدوها، فاتمنى انه يحافظ على هالنعمه لان اي شيء يتعوض الا الام. صدق. صراحه. مشكوره مشكوره، الله يخليكم العالم. الوالده يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ايضا اتصال، نستقبل اتصالين يعني باقي لنا
ثلاث اتصالات في هذه الفقرة. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم اخوي عبد الله. يا مرحبا، رفعي صوتك شوي، ما عليك امر. صباح الخير اخوي عبد الله. يا مرحبا، صباح الورد. الله يسلمك. اليوم موضوعكم اليوم عن الامهات، والله صراحه يعني موضوع يعني وايد حلو موضوعي ما شاء الله. ان شاء الله. احب اقول للناس والاهلي اللي عاملوا يعني امهات معامله يعني زينه، يعني اقول لهم يعني هي مدرسه. اذا اعددتها اعددت الشعب طيبا. بالفعل. ايوه، الام اذا راحت ما تعوض. الله يحفظهم ان شاء الله يا رب جميعا. آمين ان شاء الله. ومشكوره كثير على اتصالك حنين. تقول امي بلسم جروحي، امي الحياه، امي منبع الحنان، امي اعذب ما نطقت به حروفي. الله يحفظها لنا ويحفظ كل امهات المسلمين يا رب العالمين ان شاء الله. امين يا رب. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه، كيف الحال؟ بخير الله يسلمك. عساك طيب. الحمد لله بخير الله يعافيك. كيف حق الاخ عبد الله؟ الحمد لله بخير الله يعافيك. يا هلا عزيز بني عرابة معك. عفوا، عزيز بني عرابة. تفضل يا عزيز، تفضل. الله يخليك، والله برنامجكم برنامج طيب ومشرف صراحة يعني. الله يخليك، تسلم يا الحبيب. بخصوص الأم والوالدين والجنة تحت أقدام الأمهات. فمبارك عليكم هذا الكلام الطيب يعني. جزاك الله خير. أشكركم جزيلا. مشكور يا الحبيب، تسلم، ما قصرت يا عزيز. وإن شاء الله دومك عزيز يا رب إن شاء الله. ورد الجوري تقول أمي أنت دوائي وشفائي، مشكورة كثير يا ولد رجول، الله يحفظها إن شاء الله. أيضا نستقبل الاتصالين الأخيرين في هذه الفقرة. نقول مرحبا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا. كيف الحال؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. معك جميلة الوردي. تفضل يا جميلة. أيوة، أنا يعني أمي الحمد لله رب العالمين هذه السنة توفت يعني. الله يرحمها. وأقول الله يرحمها. الله يرحمها إن شاء الله ويرحم جميع المسلمين. ويسكنها مساكن الرحمة إن شاء الله، وأبوي الله يخليه ويطول في عمره. آمين يا رب العالمين، آمين. وكل الأمهات إن شاء الله يكونوا بخير وصحة وسلامة. آمين آمين. شكرا يا الحزية، شكرا شكرا، ما قصرتي، تسلمين. أيضا مانا لدي أمي بالبيت الله يحفظها ويخليه، وأمي عمان الله يحفظهم إن شاء الله من كل شر، اللهم آمين يا رب العالمين. نقول الاتصال قبل الأخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، مين معاي؟ معاكم فياض. تفضل يا أم فياض. أقول كل عام وأنت بخير يا أمي، وعقبال 100 سنة إن شاء الله، والله يخليك طول العمر. آمين إن شاء الله. آخر اتصال معنا في فقرة اليوم بما يخص سالفتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، مين معاي؟ كيف الحال أخي؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. كيف صحتك طيب؟ الله يعافيك ويسلمك. معك ابو عبد الله. تفضل يا ابو عبد الله. الله يسلمك، بس حبيت اتكلم عن موضوع الام. والله كلام ما يقدر اللسان يطفي والقلب. الام غاليه يعني، اللي يفقد امه فقد شيء غالي في حياته يعني. نعم. ما يعرف الانسان الام غير لما يفقد حنانها. لما يفقد الانسان الام لم جنه. اسمها هي جنه، ورسول قال رسولنا الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم. والرسول قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فجزاك الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية. أنت كنت مسك الختام فيما يخص هذه السالفة. محمد عن طريق الفيسبوك يقول هي الطمأنينة وهي السكينة، هي الطريق إلى الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. مشكور كثير يا محمد. زهرة المحبة، سامحيني إن قسوت عليك أحيانا أمي الحبيبة، فأنت الجنة يا أمي، أحبك أحبك أحبك. ابنتك الدلع، الله يخليك الوالدة إن شاء الله. أيضا عوض يقول الله يرحمها ويغفر لها، وإن شاء الله منزلها جنة الفردوس، اللهم آمين. وجميع أمهات المسلمين والله يحفظهم من كل مكروه، واللي ربي كذا يعني يعني مصابة بحالة مرضية الله يشفيها إن شاء الله ويعافيها ويرجعها لبيتها تنور وتكون هي السراج المنير في هذا البيت. عموما الله يعطيكم الصحة والعافية، وأشكركم كثير على اللي تواصل معنا على الفيسبوك وكذلك على تويتر، واللي ما تسنى نقرينا رسائلة يسامحنا لأن عشان وقت معين محدد معنا في برنامجنا قهوة الصباح، ولكن إن شاء الله نوعدكم بالمزيد في الحلقات القادمة. ولكن كل واحد الحين هذه فرصة إنه يذكر الوالدة باتصال برسالة إذا كان بعيد عنها، وإذا كان قريب منها يروح يسلم عليها، قبلة على الجبين، قبلة على الخد، وإن شاء الله يعطيها الصحة والعافية. فاصل ثم نعود.
ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام والى فقرتنا الخاصه بالازياء، من خلالها نتعرف على حركات البنات، ايش الجديد اللي قاعد يسوونه بما يخص عالم الازياء. انكم سمعتوني في بدايه الحلقه اليوم قاعد اتكلم ان عالم الفساتين يعني شهر شهر ونص ويصير في موضه جديده او فصليه، يقول لك ازياء الربيع، ازياء الصيف، الخريف والى ذلك. اما عالم العبايات ما شاء الله حدث ولا حرج، في كل يوم في كل اسبوع اتوقع بعد ساعه ممكن ينزل تصميم جديد. نرحب بضيفتنا مصممه عبايات وازياء الاخت اسماء بتسال الحارثين، يقول لك يعطيك العافيه. صباح الخير عبد الله. صباح النور. صباح الخير لجميع المشاهدين طبعا اللي قاعدين يشاهدون الحين في التلفزيون. اعطيني الحين بالنسبه للتصاميم، انت من متى بديتي؟ صارت لي 7 سنين لما بديت التصاميم طبعا، بس طلعت في السوق من 4 سنين. حلو. هي. ايش اللي يميز اسماء عن باقي البنات مثلا اللي في التصميم؟ انا ارسم على العبايات اكثر شيء، واستخدم الوان 3D. حلو. اي، واحاول اني اميز ما بين رسوماتي من رسومات ثانية، ما ارسم ورود، ما ارسم، احاول اسوي حاجات تكون عشوائيه يعني ما تكون مفهومه، لاجل اعرف كيف يعني ارتب. انت شاطره في الرسم اصلا؟ هي. في الرسم قبل ما شاطره اللي كنت انقش قبل اول. ما شاء الله. كنت انقش اول، فحسيت ان ميولي كلها في الرسم اكثر حاجه، يعني تصاميمي دائما اطلعها في الرسم. حلو. قلتي لي 3D يعني ثلاثيه الابعاد، كيف تسوينها؟ اوكي، هذه ال 3D تكون هي لون موحد، تيجي لون موحد وانا احاول اني امكس فيها في الالوان، تكون لون ابيض، ممكن اضيف عليها الاخضر، اضيف عليها الوردي، على حسب الشخص اللي راح يلبسها، على حسب اللون، على حسب الزبون، طلب الزبون طبعا. نعم. أي. خلينا الحين عشان الناس نرويهم شلون بيصير هذا. اكيد اكيد. خلينا نشوف النموذج الاول اللي معانا في حلقتنا ونتابع. تفضل خوات، تفضلي. يعني القماش هو بس حاليا اي هذا يكون قماش على دانتيل. اي نعم. طبعا ما ضفت عليه اي لون، بس في عندي كذا بضاعه مجموعه يعني فيهم هذا. هذا استخدمت فيه اللي هو قماش القطني يسموه الثلجي. اي نعم. هي النمري حديث يعني هذا الحين في الموضه يعني. نعم. زي بس عشان اعرف الحين الرسم هذا. لا هذه ما فيها رسم. اي ما فيها رسم. بس انت القماش هذا مجرد طوعتيني يكون حاولت اسوي فيها تشكيله تكون تناسب اي فتره يعني. زين هذه شو يسمونها العبايه بس؟ هذه ما عشان احنا يصير عندنا ثقافه بس نفهم. احنا الحين الموضه كل حاجه هذه ممكن يسموها قصه الحزام العادي يعني. إيه نعم. بس فيها شغل ان هي تكون فيها كسفات وتكون فيها كم يعني كم طبقه قماش يعني. فيها دانتيل وفيها قماش اللي هو الثلج اللي خبرتك عنه الحين. وهذا يعني. اسماء انت من النوع اللي تعملين قطعه واحده ولا قطعه واحده فقط؟ قطعة واحدة. ما اكرر فيها ابدا. ما شاء الله. ودائما زباين مميزات يعني اسماء ما رد الا حبه واحده. اسماء ما رد الا حبه واحده. عليك بالعافيه اللي لابستها. زين نشوف بعد القطعه الثانيه وريت اذا كان في عشان نوضح عمليه الرسم كيف تتم وشلون بس الوقت اللي انت لا عبد الله انت بعد راح تعجبك. تفضلي. هذه استخدمت فيها الرسم والتطريز طبعا. حلو. والفصوص السوارفيسكي. الى اي مدى مهمه الفصوص لازم تكون تلمع؟ اول كانوا الناس يهتموا كثير في الفصوص يعني. نعم. الحين صارت مش كثير يعني لانهم يحبوا يلبسوها في الدوام. في ناس معليك اختي شوي بس عشان الناس تشوف النقش اللي انت سويتيه. معليك يعني عندك هذه شغل مثل جاي على اوراق. الورقه هذه عبيت فيها التطريز وحطيت فيها الالوان الابيض، هذا عباره عن 3D. اول ما اكويها تنتفخ. اي نعم. اي تبرز يعني. زين هذا في عمليه الغسيل ما تتاثر؟ لا ما تتاثر. نعم. ما تتاثر ابدا. والشيله تكون نفس الشيله تكون نفس شغل العبايه. نعم. يعني عليها رسم وعليها تطريز وعليها فصوص اللي هي السوارفيسكي. اي يعني لو تلاحظ فيها شغل على الكم. الكم واحده والكم الثاني ما فيها، وعملت لها في الشيله. نعم. وعملت لها تحت في شو اسمه الجانب. اي على الجانب الثاني يعني كلون هي بارزه. ابرزت عليها اللون اللي داخل هو التطريز. اي شكرا. تسلمي ما قصرتي. زين انت عمليه الاختيار وهذا التوزيع شلون تصير؟ من قبل الزبون ولا انت تحطين الافكار؟ لا يكون عندي افكار بعض الاحيان احط الافكار، بس يعني دائما لما تيجي زبون تحب انه الافكار تطلع من عندي انا. ممتاز. يعني تقول لك انا اسماء اريد شغله كذا وانت بعدين تسوي لها الفكره. وانا اسوي الفكره. وبعض الاحيان تجيني زبونه تجيب لي رسمه تقول لي اريد هذه الرسمه بس تكون نفسها بس غيري فيها اشياء. نعم. عاد انا ممكن اغير فيها ال 3D مثلا، احط اضيف عليها الالوان هذه. حلو. وما حد يستخدم الالوان هذه في الصيف.
السلطنة أبدا إلا المحلات الكبيرة مثلا عندك زارة. نعم. المحلات اللي تستخدم عشان الدعاية. أوكي. لا لأن هم الوحيدين اللي يستخدموا هالألوان. نعم. فأنا أجيبه من الدوحة طبعا. نعم. ولما يخلصوا عندي تكون عندي مشكلة كبيرة يعني. وبمعدل كم عباية تقريبا تسوين في اليوم يعني؟ يعني على مدار مثلا نقول الشهر يعني. يعتمد على زبان بس ممكن يعني يوصلوا حتى 80-90 عباية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ليش؟ على أساس الرسم كثير ماشي عندي في المحل يعني. نشوف القطعة الثالثة وبعدين بتكلم بالنسبة للأسعار. كيف التقييم بالنسبة للأسعار أنتو؟ الأسعار عندي تبدأ على حسب الزبون كيف يطلب عندي. أنا ما أفرض عليها السعر. إي نعم. هي تحدد القيمة. هي تحدد القيمة بس أخبرها ما عندي أقل من 60 مثلا. إي نعم. عندك هذه مثلا ضفت عليها تطريز في الأكمام. الكمين طبعا. نعم. وحطيت فيها تطريز تحت وفيها الوان. حاولت اني ما اسوي نفس الالوان. اغير فيها. عندك تحت عملت فيها اللون مايل على السيلفر. والفصوص البسيطه يعني والالوان اللي داخل 3D. نعم. والكم الاكمام ما حطيت فيها الوان انها تكون لاي مناسبه ممكن تلبسها. صح. بعد هذه ما سالفه المناسبات اللي كل عبايه لها مناسبه. اي في للصبح في للمساء في بس الحين تعرف الناس ما يحبوا الحين يعني الصبح والمساء لا ياخذوا العبايه هذه على اساس ما ممكن تشتري هي كل يوم عبايه ب 98 و100 الله يعين اللي قاعد يدفع بس والله الله يعين الله يخلي ازواجهم يا رب والشيله حطيت فيها يعني ركزت في الشيله اكثر بالنسبه للعبايه هذه الشيله فيها تركيز اكثر اللون يعني برزت في الشيلك جاية على لون الخوخي. نعم. والفصوص في الوسط أبرزت أكثر من العباية. حلو. أساس الشيلة ممكن تستخدمها استخدام أكثر من مرة. أما العباية تعرف العباية ما ممكن الوحدة تلبس في الدوام عباية فيها زحمة وكذا. نعم. نعم. خاصة مكان فيها رجال وكذا صعب. زين أنت قلتي الزحمة يعطيك العافية شكرا. في بعضهم يقول لك أنا أفضل العباية الناعمة اللي ما فيها نقوش كثير وفي بعضهم يقول لك لا أنا أبغاها والله متروسة ما شاء الله. لأي مدى أنت لك دور مثلا الزبون حسيتي والله هذه البنت تستاهل هالعباية شكلها بيكون واجد حلو على نوعية ولا تعطينهم أنت على حرية رأيهم هذا لا أحاول دائما أخلي الزبونة مثلا تاخذ حاجة تكون تناسب كل المناسبات. عندك مثلا عبايات ممكن تلبسها في الدوام. ممكن في الدوام يكون عنده مناسبة تكون المناسبة بس تكون ما بالشكل أن هي تلبسها أنه مناسبة مناسبة لا تكون رايحة الدوام في نفس الوقت تطلع بشكل مرتب عباية عملية عملية بس ما تكون واجد سادة ما تكون فيها واجد زحمة. نعم. الحصار الناس أصلا ما يحبوا الزحمة من الأول يعني. أوكي تكون غالية الحاجة يمشوا على الفابريك يمشوا على القماش مثلا. إيش نوعية القماش اللي أنت تستخدم؟ عندي نوعيات كثيرة أجيبه من الدوحة أجيبه من السعودية عندك مثلا بنت الخليج هذه نوع قماش هنا في عمان نسميها إحنا الندى قماش خفيف بس اللي اخذه من السعوديه يكون شويه على لون اسود اكثر. اي اذا انا نشوف العبايه هذه بعد وبنتكلم شويه يعني اللي عارفه حسب المعلومات البسيطه انه كثر ما يكون سوادها كثر ما يكون احلى احلى يعني. اي صحيح معتقد. اي بس الحين صاروا الناس ما يمشوا على الاقمشه مره ثانيه. نعم. يمشوا على اللي هو الديزاين. نتكلم شوي عن الديزاين. اوكي الحين الديزاين هذا عباره عن الشغل على قدام حطيت فيها القماش هذا القطن اللي خبرتك عن الثلجي حطيت ديزاين موديل ورا كسفات ممكن هذه تلبس في الدوام يعني لان ما فيها شغل كثير شغلها بسيط جدا ما فيها فصوص حلو ممكن تلبسها في الدوام بس ضفت عليها حاجه اللي هي هذا الحزام ممكن تلبسه في الاعراس اي نعم هو حزام شغل مغربي بس شغل يد انا اسويه بايدي يعني ما شاء الله اي يعني هذه الاشياء اللي كذا احاول خلينا شوي بس عشان انا افهم السالفه هل انت عمليه الاسعار عندك مبنيه على شغل اليد ولا الفكره والتصميم بعض الاحيان على شغل اليد والتصميم بعض الاحيان تجيني زبونه حابه شغلي ما تعرف اسعاري فتيجي عندي تقول احنا سمعنا اسعارك غاليه بس قلت لها تعالي انت شوفي احاول اني انا ارضيها ما تطلع من عندي الا وهي ماخذه شيء ممتاز فهمت علي احاول اني اشوفها هي كم السعر ممكن هي كم تحدد على كم وطبعا يعني ما بتقول لي 20 اي ما بتحدد على 20 مثلا بتقول لي اوكي انا عندي 50 هي. يعني اذا تيجي تشوف ال 50 هذا انا ما مستفاده منها شيء بعض الاحيان بس عشان زبونه ما تطلع من عندي وهي ما مشتريه حاجه احاول اعطيها نفس السعر لان هي من وراها بتجيب لي زباين اكيد صحيح صحيح شكرا شكرا يعطيك العافيه باقي قطع ولا اثنين باقي ثنتين نشوف اللي بعدهم ونتكلم بعد على الشر يعني زين بالنسبه خلينا الحين اللي قاعد يتابعونا البنت اذا بتروح تشتري عبايه المفروض تركز على ايش؟ ايش الاشياء المفروض تركز عليها ان تقول هذه اساسيات ان عبايه على الاقل بتقعد معها فتره بسيطه اوكي اول كانوا يركزوا على القماش قبل سنتين ثلاثه الشيء الضروري عندهم القماش الحين صاروا على الموديل
يعني ايش اللي يناسب الموسم، ايش اللي ممكن انا البسها، ايش اللي ممكن البس عليها الشنطه، ايش اللي ممكن. ولما تيجي عندك مثلا تيجي تشوف عبايه تقول انا اريد عبايه تكون لونها كذا كذا كذا، ما تمشي على الفابريك. اي نعم، اول كان يمشوا على الفابريك، اول كان القماش مهم، الحين صارت النقشه والموضه والالوان. اي هذا شلون، هذه عندك القماش اللي في الاكمام المشجر، هذه قماش بحريني يستخدمونها حتى في الشغلات البحرينيه القديمه في المسلسلات وهذا. نعم، خذيت القماش حطيته على الاكمام وعملت عليها تطريز. يعني القماش هذاك اللي احمر جاهز؟ هي جاهز. والتطريز اللي التطريز اللي فوق عملت نفس طريقه التطريز اللي في الاكمام. اي نعم، يعني عملت مثل ما يقولوا كوبي بيست. اي نعم، سويته وسويت عليه حزام بدون فصوص طبعا. هذا ممكن يلبسه حتى في الدوام. لانه ما عليها زحمه، ما عليها فصوص. حاجه ممكن تلبس في اي وقت، يعني في الحزام وفي الشيله وفي ممتاز. يعني هنا في العبايه الفكره كيف. وانا احاول اجيب افكاري من اللبس شو اسمه هذا، عندك مثلا اجيب ملابس من برا مثلا. اشوف هذه تمشي تكون عبايه اشتغل عليها. حلو. لانه اول كانوا يلبسوا عبايات ساده. نعم، يعني ما فيها حركه، ما فيها الوان. نعم، فالبنات الحين كليات ما شاء الله عليهم، كل واحد تطلع مميز اكثر من الثانيه. زين، شكرا، يعطيك العافيه، ما قصرتي. وهذا التطريز عن طريق الماكينه؟ الماكينه هي. الماكينه. زين، نشوف القطعه الاخيره، تفضل اختي. وتسمين عباياتك اسامي ولا لا؟ ما لهم اسامي. شوف الاسامي هذه تجيك فتره اريد اسم فلان، كيف انا بسمي العبايه؟ هي هي. اسمي الموديل مثلا. عندك نعم، مثلا عندي موديل تطريز، مثلا عندي موديل 3D، عندي مثلا موديل كذا، يعني احاول اجيب الموديل، ما يعني اجيب، يعني ما اقدر اقول مثلا في ناس يقولوا فراشه. يعني كيف ما افهم فراشه اللي هم العراض هذه؟ نعم، الحين صار كل شيء فراشه. هي هي. فهمت علي؟ هي هي. عندك القصات مثلا، عندك هذه الحين يسموها الخفاش، انا ما اسمي، ما اعرف، ما يسموه، ما اعرف كيف يسموه. اي اي، بس انا اسميها انه هذه عبايه فيها تطريز قدام وتطريز كشميري يعني. اوكي، يعني عملت هو هذا اللي تيجي تشوف تلاحظ فيها الشغل اللي عليه تطريز اسود على ذهبي، وفيهم خيوط اللي هو مال البشت. نعم، ركبت عليهم يعني خلف وامام، وعملت ديزاين بسيط في الشيله. الخيوط هنا بريسم الذهبي ولا انت مستخدمه نوع؟ لا، هو الذهبي هذا عباره عن كشميري اللي هو مش البريسم. يجي مثل شو اسمه حتى يشكوا فيهم الكمم. اي شوف انت، هي جايه على شكلها كذي ذهبيه وفيها اسود، يعني عشان اكسر اللون سويتها تكون ذهبي على اسود التطريز. يمكن الاسود ما واضح كثير وما عليها فصوص. اي نعم. اي، وهذه في كل المناسبات ولا مناسبة؟ هذه اكثر شيء كل لا اكثر عزايم. حاجه بالليل عزايم بس. الحين صاروا الناس يلبسوا ما شاء الله. اي، الله يعينك اللي قاعد تدفع. حتى اذا كنت بس صدقني، كل واحد اعتقد كل واحد يحب انه اخته زوجته مثلا تلبس احلى، ما فهمت علي؟ يعني ما تطلع وهي متبهذله. اي نعم، واحنا الدور علينا نشتغل على اشياء تكون. الله يعطيك العافيه. اسماء، احنا سعداء كثير بوجودك معنا. اشكرك كثير انك اعطيتينا كذا طله بالنسبه للعبايات اللي نازله في السوق، وخاصه بما يخص شغله انت اللي تعملينه. اي، احب كثير اشتغل بايدي على فكره. يعني احاول انه انا اجيب الحاجه اللي احتاجها، ما اعتمد على حد. نعم، صح ان الخياطه عندي خياطين يعني. نعم، لي بس كشغل ايدي انا اللي اشتغل عليه. الله يوفقك ان شاء الله. تركيب الفصوص وهذا كله انا وحدي اشتغل عليه. من الاعلى يا رب ان شاء الله. امين يا ربي. شكرا لمصممه العبايات اسماء بنت سالم الحرثيه اللي نورتنا في برنامج ثقافه الصباح. اتمنى كل التوفيق. ما قصرت. يا مرحبا. شكرا. متواصلين معكم مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود.
ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، وصلنا للختام، ولكن قبل ما اختم احب اذكر بطرق التواصل معنا في برنامجنا قهوه الصباح، ان كان على الفيسبوك تحت مسمى أومان تي في جنرال، وايضا في نفس الوقت بالنسبه للي يحب يتابعنا عن طريق التويتر تحت نفس المسمى أومان تي في جنرال، هاي الصفحه الرسميه الخاصه بتلفزيون سلطنه عمان، القناه العامه اللي من خلالها ممكن متابعه كافه البرامج والمشاركه في كافه الفعاليات، ايضا بالنسبه لليوتيوب تحت مسمى أومان تي في جنرال اللي ممكن تتابعون حلقتنا يعني بعد شويه، يعني ساعه بالكثير ان شاء الله بتشوفون حلقه اليوم اللي ما بتسنى له متابعه حلقتنا على الهواء مباشره. احد الرسائل اللي وصلتني على التويتر تعاتبني تقول انت ما قريت الرساله، بس اقول الورد البيضاء تقول امي هي نبض قلبي وهي النور الذي يشرق على الدنيا والهواء الذي اتنفسه، الله يحفظها ويشفيها من كل داء، اللهم امين ويحفظكم ان شاء الله جميع اللي قاعد يتابعونا. واعتذر مره ثانيه بالنسبه اللي راسلونا ان كان على الفيسبوك وكذلك تويتر، انا ما يتسنى اني اقرا كل الرسائل، ترى في كم كبير قاعد يجيني، انا قاعد استقبل اتصالات، صحيح العذر مو مقبول في هذه اللحظه، ولكن بقدر الامكان نحاول ناخذ من كل بستان زهره. اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد. السلام عليكم.